بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بديت لكم بالضيف، ماهيش طاولتي هذه طاولت فريد وخدوجة، مصدعين الناس هذوما اللي من طرف سعيدة أختي، حاصيلوا هذه الطاولة اللي حضروها لها مرقدش البانة، اسمه ذاك دجاج، احنا نقولوا لحمة الطن، والخبز الشعير، خبز القمح العادي، روز محليها بالصوص باللحم الصوص متاعه، وسلطة مشوية، سلطة خضراء بريك، هذا هو ضيافتها. وتوا باش يجيوني أنا لسليمان باش نضيفهم باش نتعداو شنو يلزمني حاجات نشريهم قبل ما نتعدى للنص للدار، بما أني أنا مروحة لسليمان باش نتعدى نشري قصبات زوز على الأقل بيت الصالة وبيت النوم باش نضيف ضيافي فيها، فما تجيش بلاش ردوات بلي أنا باش نكلمكم. هذه تعقل عليك القطوس الصغرون البيضة اللي لقيتها ما تخزرش، وهزيتها البنت خويا دار خويا عطوها القطوسة قبلتهم، شوفي تبارك الله حتى كبرت وباقي ترضع مع القطاطس الكبار، معنى رضعت مع الام ورضع مع البنت. قلبي وجعني وليت نبكي فرحه باهي، ولكن نبكي على قطيتيس اللي انا في سليمان اللي ما عندوش ام. تشويت عليه الحقيقه، والله تعظيم تشويت عليه لهنا. اوكا خلينا نتعداو مشغوب، نحب نروح نطلع عليها. المهم لهنا عمك نور الدين مشي يتعدى باش يشري القصب نتاع الريدويت، مشي يخول يزوز وانا قاعده في الكهرباء نستنى. بتبيت حال قدامي قضية كبير تعرفوه الدنيا مرمى، وإحنا صدعينيهم معناه خطر عندهم ما كملتش إن المرمى متاعي، لكن هما في ساعة مروحين معناه ممش بش قعدوا برشا في تونس. قلت يزمني نضيفهم، يزمني نقوم بالواجب بصراحة، هما فرحوا بينا برشا 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 وقت نمشينا لحنا لألمانيا. أنا هي هزيت معايا إزرابي حب نفرش ونقدهم كل لضيوفي العزيزة على قلبي، هما ضيوف معاهم تشوفهم حسيله، مش باش نقول لكم شكون، ما تنسى في الاخر تعرفوا شكون. كملوا معنا الفيديو باش يكون مشاهدته بيا، ما تنسانيش من لايك. هاو قاعد يربط لنا فيهم يحضر لنا فيهم، نور الدين داخل في الحانوت. خذيتهم في السيلفر اللون الفضي. هاو نور الدين. برا قول لي كيفاش باش تحطيها ما دوم في الكهرباء، لازم نسمحك هاك الكلمه هذيك احنا نسيت تعودنا. كيفاش باش تحطيها توا هذيك يدبر عليا هاي هاي اهلا صاحي يعطيك الصحه. جابهم كان باش يحطهم لي في الجنب باش نخرج يدي انا نشدهم من برا شوي، انا اعطيته فكره احسن وخير. ايوا هكاك هكاك طريقه صحيحه، ومش نقعد ما يقعدوش مع القين البر، ما يجيوش تحت سقايه تو نشدهم ويتعد ما يجيوش، خليهم هكا ويتعدوا فوق الشباك هكاك مست هكاك صبا سكر تو. ايوا مش تحط في الطيروش يا اخي، مش نقعدوا تحت سقايه تلهفوا هما صبا هكاك بدو يقعدوش في الشباك البر. توكا جيت القاضي عنا مستينة، حطيت لها مامو حطيت لها حليبة، خاطر علاش نور الدين سكر عليها غديكا وحط لها ماكلتها، فما قطاطس من برا يجيو ياكلولها وهو بيجي باش المحمدية يروح بي، فهمت؟ فانا قاعد تسكر عليها، جيت حليتها نعطيتها الماكلة مسكينة تسخف، ان شاء الله بعد نتلاها بيها عندي دواء باش نعملها الدواء باذن الله. هي داويتها له داويت له بها، هذه فشفاشه تترش له بها تحت ضبابطه تحت ساقيه شويه في تحت كرومته، وتفرك له بها كنت له بمشطق قديم كما قالت لي بنت خويا، ورجلت له هكا حكيت له على بدن كل ما طبعا حاولت باش ما نضروش بطبيعه الحال ريحه خاطر قويه ما عملتوش بحدا وجهه، وبعديك مسحتها له كل ما دوشتوش خاطر مخر عليه برشا توا، وزيد سيق قعدت وحدي اللوطة باش نزمني نطلع باش نعمل هاكا شيخ وتوا كلا يشرف الحليب وكل، وديجا مسكين نهار كامل وقت مسكر عليها الظهر مش كامل من الظهر جاي نور الدين سكر عليها ما عملش بوب بوب ما عملهاش غاديكا، اول ما حل عليه مشى يجي للرمل يوريك قداش القطوس هذا ربي يا ولادي والله لنسلم فيه والله لنسلم فيه، خاطر شفته
شفت القطوس ليخ اللي وريتهولك كيفاش غادي في دار خويا كبر ويرضع لتوا لتوا يرضع اقل منه مس اكبر منه لتوا يرضع في القطوسه. برا اللي مع صحابك الدجاج برا اللي مع صحابك الدجاج هاكا غادي يستناو فيك يسري يسري ما صفتيهمش انتي. قطوستي خرجت يا بنيت والله لا لقيتها قلبنا عليها الدنيا. ايوا تضحكوش عليا ذاك وقت اللي ما لقيتوش اقسم بالله خرج وانا تشويت عليه الباب قلت الباب محلول نسخيلو المخرج هو كان راقد قلبت عليه الدنيا وكالصوت هذاك شفتوني نبكي عليه وحال حليل والحمد لله والله لقيته رجع هنا وقت اللوج عليا وانا عيني مضببه قال سلمت في القدم. اكو شفتوها دار فارغ تعرفوا انتوما ماهيش نتاع استقبال الضيف لانه مازلنا مع مرتين والدنيا حصيله. ان شاء الله باش نعمل حل وباش نستقبل فيها هذه في قدرة ربي نحاول نحضرها كما اللي ما شاء الله عسلتك. اجبدها شوية باش خاطر ما تنساش الكعبورتين هذوك بيركبوا يركبوا كعبورتين في برشة تكميشي تاخد هو واحد تسعي سبعة يحطوه مؤقتا هكاك حتى لين باتريته ندخلوا بركدة زي ما عادش تسحق مرتي باش تعاود تنحيه ولا حاجة اللي إذا كان هم أنا نحيت باش نغسله ولا بدل ديكور هذاك حاجة أخرى. انزل عليه الآخر مش تخل الآخر باهي تطلع على هذا قبل لا ولا ما غادي قبل بسم الله الرحمن هذيك رد بالك بركة ايوا ها توي تحل توي تحل يا هبط اللوطه خاطر المفروض تكون واحدة كعبة تشد في الوسط زاد مش مشكلة مو يغطي على الكوافيز كيفاش يحطي بجنب الكوافيز هي بجنبه بجنبه نحكي لك خليها هكا 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 شوية بركة تعدي نوتي عدي شوية ما شو ما دمها استنى ها 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 مش ها كوفيزا كي خاطر ملوط شد ملوط ليه مسكر ما غادي هاكم ما غادي مسكر شعر صغيرة كهو هنجيب لكم صلحة ولا حاجة تتعامل من غير ما تطلعي استنى هذا وين الضوء نتاعو نور الدين كي يشرو قطو لهنا؟ هاكا غي تفكر باش تشري وقت تجي من كي تخش. باهي هذا واحد حلو برشا. طبعا طبعا تالي كي نفرش نوريكم كيفاش فرجتها كلها، هذيك لازمها تتعدل شويه مش الفرنس مش ماشي بالكدا. سعيد باش شدينا هذيك، سعيد ملصق بالله. انت حشيه ورا نقلبوا الغسالة شوية وحشيه ورا الغسالة باش ما يتيحش هذاك. نعم اوكي هذا راهو تاع الوسطاني الباب هذاك الكبير هذاك الوسطاني تاع بيت فتوح الوسطيه البلار هذا ان شاء الله بعد ما نكمل الكوجينه تركب سهلة تركيبها ما نجموش نركبوها خاطر
يزم يجي النجار يركب الكوجين ومن بعد هو يركب. حس عنا خدام اخرين غادي. باش نركب اخدينا كان قصبتين برك خاطر تعرف عنا ضيف، فحضرت الصاله وبيت النوم، حتى البيت فطور عادي حتى تبقى بلا شردو عندي، اما هذي باش مؤقتا باش نعملوا تحضير وكها تحضيرات. بسم الله ما شاء الله عليهم. ثم الطرف الاخر كيما هكا تجي من غادي ودونتي في الوسط. مشيتهمش هذوما تعاتي القدم، ان شاء الله العام الجاي نبدل كسوه، وكان ظهر لي باش نبدل الصاله، تو كل شيء عندي به يكفيني ويسترنا، علاش التبذر وعلاش ما يكفينيش المصروف نتاع المرمه باش نزيد نصرف حاجات هكا زايده، يزي في البركه ويسترنا ومحلى لون وزاده تو تشوفوا كي يركب. شو لونه محلاه، عم شريت بالضبط جاي وتعرف خاطر عطاوه 3 متر ولا 3 متر ونص هما، يرضي خذا 3 متر وجاب بالضبط بالضبط، يعني ما عندناش الزيت هكا هو، ويزم في الوسط شفت خاطر هما غارقين شويه، يزم في الوسط هذه تجي اما الاخرى ما تجيش تونس يا جماعه. هاي شد اللون. ايوا هذا في الوسط. استوي لي بركه كل الدونتيل شوي مع من فوق مع وجه. هيك هو عاد بديت تنظيفها بعد ما جبت البنا، جاب الحقيقه نور الدين البناك الكبار وانا نجيب جبت الصغار وركحتهم كل شيء، ومن بعد قلت خلينا نعمل مسحه شويه، مرجتني انا تعرف واحد يبدا مشغول في القضيه، عندك ناس جايينك ولا حد ولا تحب تكمل مستعجل تحب تكمل القضيه على الفطور، تعرفوا المصلحه والركلات عملوا فيا اليوم، وانا ما كنتش نعرف شريت حاجات من السوق كيما وريتكم، لكن المصلحه والركلات ما جاش البالي باش نعاود نشريهم خاطر من عمني وشريتهم انا وكل، فما عاودتش شريتها مره اخرى. يا لطيف تعرف مش تشويت تشويت وتنرفزت تنرفزني بنيتي بنيتي، وانا ماني مريضه والتطبيس ما يجينيش ما يساعدنيش، حتى واحده لبس عليها ما يلزمش تطبس، وليت في الاخر دورتها عربي بالطابس، وهذاك علاش باش نوريكم اكثر من هكاكا. وتعذبت الحقيقه ما نكذبش عليكم، والله نعارك والله نغزل والله مش نقولك، حاسه بعد ما طبعا عملتها تنظيفها بالجريزي والفواحه والكل والريحه شاحت، ومن بعدك جبت الزربيه نتاعي اللي كنت مخبيتها عندنا، مش كنت مخبيتها انا جيبها، قلت انا جيب استعملت شويه وشريت هي جديد خليتها لي، رجبتها نتاعي باش نفرش خاطر حاجتي بها تو مادام ضيافي، وعندي لهنا تعقلوا الحايك البنات اللي خليته مره عاملين قلت كراويت زربت ياسر ما عملته بلاش ياستيك، هزيت من عمي والخياط عن نجيبه حبيبه جارتهم جارتنا صديقه الطفوله هي الحاسيلو، عملت لي خيطتهم لي وعملت لي استيكيت، وليت على توا جا وقتهم والله العظيم جا وقت، خاطر الاخرين المره فاتت اكل غبره الصفر ذوكم اللي نحيتهم بالغبره خاطر تغبرت الدنيا وقت عمك نور الدين قص وتغبرت الدنيا، حطيته في الغسيله، الغسيله تو نحيها عمك نور الدين لانه باش نركب الكوجينه ما حطهاليش، ما عاودش رجع حالي، وعندي جنود صابون وما هزيتوش المره فاتت مشيت للدار المفروض راني هزيته، وغسلت غسلت البنات واحده من البنات الغالب، تو باش نستنى حتى نخرج نروح المره الجايه باش نهزه، ما نجمش بصراحه برشا ما نجمش نغسلو بيدي وانا في حاله، تو انا نركب في صوتي نور الدين مشى يجيب فيه مضيافي، وانا قلت خليني نركب صوتي على الـ على الـ على الـ الفيديو نحضرو، خاطر قدام بصراحه كي يجيو ضيافي ما نحبش نصور معناها ونبدا نركب والكل مش معقول لازم تلهي بضيافك، وزيد انا ركبت الروز طيبته وقصيت طنجره سلاطه وفوحت الحوت وكل شيء وغسلته بالكدا،
بداهولي نور الدين لكن ما كملوش، خلاه ولات عاودت نظفت وانا كملت تنظيفه وفوحت وخليته غاديك. قال لي خلي تجي سعيده اختك تعاونك في القليان، وهذا اللي صار والله العظيم. باش نخليها حتى لين تخرج اختك ما عرفت. ومن بيت الصاله تعدت لبيت النوم، مزلت الطاوله مزلت برشا حاجات في بيت الصاله خاطر لازمني نهبطهم، وذوك الحقيقه نهبطهم بالحبل كما شفتونا كنهانا. ونور الدين مش وحدي مشى يقضي، فمشيت هبطهم وحدي بالحبل. اي بسم الله ما شاء الله، هذه هي الدار الضيف حضرتها الحمد لله، فرشتها فرش بسيط بطبيعه الحال، ان شاء الله يعجبهم. شفتهم حتى تحيهم غاديكا، وهذه طبعا فرشت الصاله، هنا بيت نقعد فيه انا والمراه اللي جاي معاهم والصغار هكا يقعدوا غاديكا. ممكن نور الدين يحب زاد الكرسي هكا، وحطيت هذوما هنا باش يفرش. ومازالت لي نقصتني الطاوله، طاو باش نطلع الفوق برشا حاجات نقصتني لازم نكملها، باش نغسل الحوت زاد هذوما بالعاني. حطيت داك المنتها والبورد باش يسيب ريحه ويعطي منظر. هنا يا سيدي هبت شوية كيسين مغسولين، نور الدين لقاه مخدم الكليماتيزور وما بقى لي إلا مبخرها قدرة ربي. وضيف قريب يا خالتو، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. حب نجيب طاولة صغيرة معيت حتى والله العظيم، حتى الحوت نور الدين قال لي خليه لأختك تو تجي تعملو تقليهولك. بالحق كلمت قلت لها عرفت شكون اختي شكون جايني، مالا انا غلطت يا اختي جاي سعد ودا جيت تقشر باش هي طيب لي تكمل لي الفطور الفلي، قال لي نحوت كهو انا كملت كل شيء. غريتو بالسيف جاي يخسرخس يتعرف على الدار يا روحي يا روحي، انتي مستكتي بعزينه، انتي مستكتي بعزينه تعرف تعرف. والله مسكينه بالطبع عندها الحق، جاهله على الدبش وجاهله ما شافت حتى شيء. ايوا كيفاش تعمل يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي مفجوعه من الخدام بسم الله عليك. شفت الريدو تفجعت منه، المسكينه عايشه برا بريه توا باش تقعد غاديك. يا روحي يا روحي خليها، انا بالعام نحب نسلسها بالقديه باش ما تتفجعش بعد كي يجيو الجماعة. علاش شكون اللي جاتني اليوم؟ علاش هالقدين الكل؟ سعدودة عندها قديش؟ مرحبا بكم، بس عليكم مرحبا بكم في دار هدود. اليوم زفت هدود انا. وين جوجو؟ شبيك جبتيه؟ هذاك السؤال. جوجو شبيه؟ خليته وحده جوجو وحده امي ما تحبش، هي ما تحبش. قلنا لها برشا ناس ولا مقتنعين برشا ناس. يقولوا لي عندها حق وخليها على راحتها، ولذا ما قدرتش نفس نحاول وهذا كلام فارغ. وباش باش نجيبوها امي زاده مش على خاطر مش وهي قالت لك ما نمشيش معاكم، هزوا امي على رواحكم غير نكمل هالمرمه. ولا بجوم نهزوا امي، قالت لك هزوا امي انا ما نمشيش راسها صحيح. هاي ما نقولوا لهم انتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لايك 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 لايك. عسلام عسلام يا لوح عسلام يا لوح يا لوح. هاي زين هاي هاي.